حضراتكم لابرز ارقام واحصائيات الاهلي امام اورلاندو. خلينا نبتديها بجدول ترتيب المجموعه. جدول ترتيب المجموعه، النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم في الصداره. النادي الاهلي زي ما احنا شايفين في الصداره، لعب مباراه وحيده فاز فيها امام استاد ابيجان، انتهت 4-2، وعنده 3 نقاط. اورلاندو في المركز الثاني متساوي مع الاهلي، لكن فارق النقاط لصالح الاهلي ايضا، عنده 3 نقاط. شباب بوليسداد واستاد ابيجان ما عندهمش ولا نقطه. نروح لمواعيد مباريات الجوله الثانيه اللي هتبتدي النهارده باذن الله، السبت 7/12 هيكون 3 مساء بتوقيت مصر، الاهلي امام اورلاندو، والمباراه الثانيه هتكون اليوم 6 مساء، استاد ابيجان امام شباب بوليسداد في استاد فيليكس بواني في ملعب استاد ابيجان. هروح لنتائج مباريات الجوله الاولى. زي ما قلت لحضراتكم خلاص انتهت بفوز الاهلي بنتيجه 4-2 امام استاد ابيجان، واورلاندو بايرتس كسب شباب بوليسداد 2-1 في استاد شباب بوليسداد، ودي كانت مفاجاه اولى مباريات دور المجموعات. تاريخ مواجهات الاهلي امام الانديه الجنوب افريقيه، يتواجهوا في 32 لقاء، فاز الاهلي في 12، التعادل في 10 مباريات، فوز انديه جنوب افريقيا في 10 مواجهات، اهداف الاهلي كان 40 هدف. هنروح لارقام مارسيل كولر في دوري ابطال افريقيا، لعب 31 مباراه، فاز في 21، تعادل في 8 مباريات، وخساره في ماتشين، واهداف للاهلي سجل 57 هدف، واستقبلت شباك النادي الاهلي 13 هدف. حكام مباراة الأهلي أورلاندو، الطاقم التحكيمي طاقم تحكيم موريتاني، حكم ساحة الكابتن عبد العزيز بو، مساعد أول الكابتن يوسف محمد، ومساعد ثاني باكاليدو، وحكم الرابعا باباكار صار، وكل طاقم التحكيم طاقم موريتاني. خلونا نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل نجوم الاستوديو التحليلي الكابتن عادل عبد الرحمن، كابتن عماد النحاس، ومحلل قناة الأهلي الدكتور أحمد سيد.